نريفزو. اي نريفزو الاخر وغالي قوي والله نريفزو سورتو احنا جروبنا احنا دي ماريزو دي ماما بعضنا. وصلتوا في ريفيزيون؟ وصلنا على ريفيزيون ما سكرنا حتى ماتيره ما لبسناش حين على بدا بيشيل الباك بدعوه امي كان حفيظه نحفظ وحدي يعني قلت لك بالمذ هذيك كان حفيظه والبيت ده طاهر حيفضل طول عمره طاهر يا امو البيت طاهر يا امو البيت سبع مرات فهمت هذاك علاش مانيش الفنانشا يكونوا مين هو معنا ربي ندير اللي في بالي ولا يمزينا معاك غادي نتمناك ونكونوا ادمين شنو هو بكالوريا؟ اي حكينا شوية على الباك وعلى التعليم والدراسة والليسي والله بصفتنا احنا نقراو بريفي يعني صفا قراية صفا مريقلين جاونا بي ريفزو اي نريفزو الاخر وغادي قلبي اي والله نريفزو سورتو احنا جروبنا احنا ديما ريفزو ديما مع بعضنا هذيك علاش ديما مع بعضنا؟ اي جروب خويت احنا و صفا وين وصلتوا في ريفيزيون؟ وصلنا على ريفيزيون مسكرنا حتى ماتيره باقي لابس مسكرنا حتى ماتيره ما لبسناش حين على بدا بيشيل الباك بدعوه امي ظهر مريفز على الاخر انت ليه ليه لابس هو جاي قريب فينا انت تريفز لهم اي انا تريفز لهم هذاك علاش ينجح ناجحين البنات ناجحين قدرة ربي ناجحين والله شنو نصيحكم للي في الباك شنو المود دو ريفيزيون انا نصيحتي تبدا تقرا من الاول اجور بقدره ربي تخلط اما تراقد توصل بريود ريفيزيون ما توصلش راهي تنجمش تعطيهم ميثود هكا حاجه كيفاش باش تقرا اجور شنو تعمل بالضبط تلخص دروس ولا شنو تعمل بالضبط انت مثلا احكي لنا على الميثود نتاعك اللي تقراه في النهار تعاود تريفزو في الليل تعمل له تفايش وتلخصه كا وعا كل يوم تقرا لي بريدو سي بون ما يوصل بريد ريفيزيون كما تلقى روحك حاضر يعني مريقل نحفظ بالمزود يعني درس تاريخ وجغرافيا رد أدفق تجارية هكيك تمشي صحيحة اللغة وما لازم هكيك ما كانش ما تنجمش تحفظ بالكدي خاطر يجهزك النوم ولا تبدأ في جروب تحطوا تقرأ تعملوا درجين قرايه تعملوا سواقر سيئة تتك وترقدوا بالرسمي ساعات نحط نقرا معناها تحط خمسه ليجير و كيما واحد اكسبريس يوفر خمسه ليجير وترقد على روحك القهوه ما تسهركش لا ما تسهر جيب تزيد النوم والله جيب النوم والله اعطوني ميتود قالوا لي خلي روحك قرسين قرست استبردت تبنططت وفي الاخر ما حفظتش والله ليه ماهيش حل اما ليه بقدرة ربي معناها تجي بريود ومثلا العطلة هذه لازم يتسكر فيها كل شيء وتسكر فيها ماتيريتك الكل وبقدرة ربي ناجحين واحد يقرا في الباكس يفرح امه وكا شنو هي المود دو ريفيزيون اللي عندك شريفز والله انا معناها كان حفيظه نحفظ وحدي يعني قلت لك بالمزفت كان نحفظ بالمزفت فهمت هذيك كان حفيظه كان فما حاجه اخرى معناها وكان نورمال معناها اكزرسيسات سيريات وكل شيء تنصح يا ربي ان شاء الله ان شاء الله تنصحهم يرفزوا على المزود اي والله بالرسمي يكتب له ما يلقاش الكلام تحسك تريفزو ترابي ما نعرفش علاش لا نو برو اليونيت والريق ناي كيف يا صار الزوز كيف ناي هاك ترا كيف الزوز لونيت مت انت مين يعني ياسر شياكة يا مصري عادي قدو ازيك شخو ايش احكي لك شنو احكي لك المصري انا مصري من بورسعيد يعني بورسعيدي ابا عن جد بموت بالفضايح والشتيمة وكاوش والبيت ده طاهر حيفضل طول عمره طاهر يامه البيت طاهر سبع مرات سبع مرات خذك علاش مانيش مش ننشر والله كيف تفول عليهم انت علاش هكا تفائل عليهم ان شاء الله ينجحوا الكل قسما بالله وانتي منعتي من عمري وبعتيها والله
باخذ من عمري وبعطي نعطيكم والله من صحتي وكل شيء. امبارح كراكاج هدت لي كتفي هذيك قسما بالله، قمت كورباتوري ما تعطي من دم لبس والله لبس قدرة الفرحة تبقى لي تبقى تبقى سيفينير وكل شيء، وان شاء الله ربي يخلينا لبعضنا الناس الكل. هكا نجمش تعطينا هكا شويه تيتر من التاريخ والجغرافيا بالمزود؟ هكا تاريخ والجغرافيا عزيز بخاري الحرب العالميه بالمزود. اي الحرب العالميه بالمزود. اه الحرب العالميه دليل على انه مريفز. اه ليه ما فيها يا حاجه نحكي لك على خاطر فيها شويه تيت ما نجمش نقولها. بدل كلمات مثال كلها الاخرى بتاع الحرب العالميه كيفاش كتيح البنيه التحتيه. عندك في الحرب العالميه فما دمار المناطق نتاع البنيه التحتيه. البنيه التحتيه كيفاش دمرت هي؟ ما البلاص اللي يصير فيها الصراع فهمتي؟ البلاص اللي يصير فيها الصراع تدمر فيها البنيه التحتيه، وبرشا ضحايا وقتلى وجرحى وكل شيء وموتى ودفاين ونسيت تبكي وتندب وفهمتي؟ هذيك ما نتاع الحرب هذيك امور اجتماعيه. اقتصاديه حاجه اخرى، ضعف الدولار و لا شنو اللي طاح؟ أيوة. ضعف الاورو الاوروبي وطلع الدولار الامريكي فهمت؟ هذيا جماعه الباك كتبوها عشرية نبعوها في الريفيزيون يعاونكم. اي وكا وباقي كل ما معامل على الباك سبور الحقيقه محمد داخل بسفار انت داخل بسفار امور تشكيليه امور جيمناستيك ما نفاد الكوش سوتشا هكا وفازين وريه بالسوتشا. اه لا خليوها هاي كليه ما احنا ما عندناش سوتشا، احنا الاولاد عندنا سوي كاربي. اما حتى تاع البنات نخدم راه نورمال هكا كوسا ها كوسا كوسا هكا تعمل هكا كاربي تسوي كاربي عاود عاود كيفاه تفضحنا تفضح يجوا تفضحوا معانا تفضحش وحدي. هذي انت ظهر لي باش تدربهم في الباكسبور ومش عاد 20 باكسبور معناها داخل بالسبور داخل بالسبور سبور وباك براتيك راجل باش يضربني راه وراك حاسي نلعبوا نقصي من بعدنا هاي حاسيلو محليكم محليكم انتوما ان شاء الله بنجاح وان شاء الله نفرحوا بيكم محليكم على الاخر. نفرح نكلمك انا ننجح ننجح تستدعاني نستدعاك احلف السهريه نتاعي انا من نص الليل فوق سهريه الباك كي نروح نكور بيه ما تلمونيش مشيت فيها صحيح ليه لبس ما احنا حمش وجدعان قوي قوي انت بتحطي نفسك في مواقف بايخه فضحتك اون ديريكت صحيح ليه لبس اصلا بعد كيما بعد الرحمه ليه تهنوا الرحمه ليه والبنات شنو بكلمتهم لا كهو بكلمة سيطرة ليه نبوتوه مش مانسترا سيدي شنو هي كلمتكم الأخيرة الأولاد؟ إن شاء الله ناجحين الناس. أنا كلمتي سورتو لأصحابي هذوما اللي دايرين بينا ونحب نقول نحبهم برشا وربي يخلينا لبعضنا وإن شاء الله ربي ينجحنا ويفرحنا الكل ويعطينا على قد قلوبنا وسورتو ربي يداوم عشرتنا.